سارعي للمجد والعلياء، مجدت قلوبهم وتوحدت استعداداً ليوم الوطن، يوم للبوح، وكأنما أرواحهم تطير فرحاً مرفرفة بالأعلام الخضراء تتوسطه كلمة التوحيد احتفاءً بذكرى توحيد الوطن. الاستعدادات لليوم الوطني، اليوم الجميل، الأولاد عندنا بيتفاعلوا ويستعدوا للتفاعل في هذا اليوم الجميل العظيم اللي تحتفل فيه الأمة العربية السعودية بتوحيدها وتوحيد، وندعمهم وندربهم ونفهمهم إيش فضل الوطن. مع ما يعانون من قدرات خاصة، إلا أن ربوع البلاد في ملامحهم، سياحتهم في ذكرى الوطن صنعوها بأرواحهم وأيديهم بين قلب أبيض وقميص أخضر. نحن بنستعد لليوم الوطني لأنه هذا اليوم يفرح ذوي احتياجات خاصة ويفرح الناس كلها. حسامان حازا مدرا حازا مان خالد عبد العزيز المؤسس المملكة العربية السعودية. على الرغم مما يعانيه مصاب التوحد من عدم قدرته على التواصل الاجتماعي، إلا أنهم استطاعوا أن يحملوا أحاسيسهم الوطنية ومعاني الولاء الخالدة في رسالة يقرأها العالم في أعينهم: وطني سأحتفل بك دائما. مع مثل البشر نحلم، مع نغمة فجر نطير، ومع العصفور نترنم ونسمع روعة التكبير. منال عثمان، جدة.